عشقك للزمالك واللي محدش بيختلف عليه يعني، يعني واجهه الناحية التانية زعل من قطاع كبير من الزملكاوية ليك كمسؤول في الزمالك بقى، رغم كل التاريخ ورغم عشق الزملكاوية للهداف الكبير جمال عبد الحميد. أكيد بتشوفه في الشارع أحيانا، حد يجي يقول لك إحنا بنحبك قوي بس أنت في الفترة بتاعتكم لما كنتوا ماسكين الزمالك الدنيا كانت وحشة، وأنت يا كابتن جمال وإحنا بنحب، أكيد ده بيتقال لك يعني في الشارع، ده اللي هو الحاجات المهذبة بتاعت اللي هي العتاب ده. ترد عليها بإيه؟ إنه الناس بتحبك بس متضايقة منك إنك في مجلس إدارة الزمالك اللي الناس زعلانة من فترته. حلو جدا. دولت مش جمهور الزمالك اولا. ليه؟ دولت بتوع مصالح. ليه؟ السبب ما انا هقول لك. انا جمهور الزمالك ما بيقوليش كده، جمهور الزمالك بيجي يتصور معايا. جمهور الزمالك انا بعشقه وهو بيعشقني، ما فيش مشكله خالص. بس دوت اللي جاي ده بيقول كده بقى. انا قعدنا سنه واربع شهور خدنا دوري وكاس. انت عايز ايه من مجلس بياخد دوري وكاس؟ عايز ايه تاني؟ خدنا كل العاب الصالات بنسبه 80%، عايز ايه تاني؟ كل ده معناش فلوس كمان. بيفتروا عليكوا يعني يا كابتن؟ لا ما في مشاكل القطاع. كتيره بتظهر في النادي ما دلوقتي. هقول لك، ما انا هقول لك دلوقتي بيقال دايما بيشار اليكم هقول لك ان انتوا بس السبب هقول لك فيها. القطاع الكبير. عارف احنا ايه؟ احنا زعلانين مننا لان كنا بنطلعهم الماتشات على حسابنا عشان ده جمهورنا، ما ينفعش يتبهدل. ما ينفعش يدفع فلوس في لغايه اسوان، ما ينفعش يدفع فلوس لغايه برج العرب. احنا كنا بنحبهم وبنعمل لهم، فالناس اللي هي المأجوره ازاي؟ ده الناس كده تحبهم قوي، فلازم يتقال عليهم كده ولازم يتعمل فيهم كده. يعني انتوا كنتوا مجلس انما بلا انما اخطاء. تعالى انت بقى، خلي القناه هنا محجوزه لا قدر الله، يعني ما فيهاش فلوس خالص. بعد الشر في ناس بقى. لا لا هتقول لك ربنا لا ما تضربش المثل تعالى عشان خاطرنا بالقناه. خليك احنا بقى، احنا محجوز علينا معناش مليم. محجوز ولا يدخل لك فلوس. وخدنا البطولات دي كلها. خلاص خلاص احنا فرحناهم وقلنا لهم استقالتنا يوم على السلامه. ودلوقتي هم طب اخلي السؤال بصيغه اخف، يعني لو رجع بيك الزمن في حاجه معينه هتتصرف فيها بطريقه مختلفه؟ عمري ما بندم على حاجه عملتها عشان بستخير. انت كنت بتستخير قبل قرارات مجلس اداره الزمالك اللي كنت عضو فيه؟ المشكله يعني ان انت ما بتحافظ على اسرار نادي الزمالك يبقى انت ما بتتكلمش. اتكلم يا كابتن. انت ما بتتكلمش ليه؟ وما تيجي تتكلم بص بيفتش الاسرار. فبقيت بين تفتح الشباك ولا تقفله. فاحنا خدنا الصح. لينا متحدث رسمي يتكلم، واحنا مجلس بناخد القرارات ومفيش حد يعرف عندنا اي حاجه. كان متساب لك مساحه انك تبدي رايك؟ مساحه ايه؟ يا هاني انا عضو مجلس اداره، المساحه الراي موجود لكل الناس مش ليا لوحدي. كل اللي كانوا موجودين بيقولوا رايهم. بس عشان الواحد بس اللي بيتكلم فايه ده ما بيتكلموش؟ طب ماشي يعني كلنا نتكلم، اطلع معاك اتكلم، واللي هو علاء مالي دي يطلع معايا يتكلم، واحمد مرتضى يطلع يتكلم، وده يطلع يتكلم. انت عايز زيطه ولا عايز واحد متحدث رسمي يتكلم باسم المجلس؟ لو سكتنا انتوا ساكتين، لو اتكلمنا بص بتفتشوا الاسرار. نعمل ايه؟ فاعملش صح. الصح ايه؟ ان انت تاخد القرار وواحد يطلع يقوله بس. اللي عاجبه عاجبه، اللي مش عاجبه مع السلامه. عادي. طيب. انا عملت اللي هو الصح. ان انت بتاخد القرار في غرفه مغلقه مش حد يعرف عنه حاجه الا لما يطلع الواحد بس اللي يقوله. مش كل واحد. كان زمان بيفتحوا التليفونات، القرارات بتتقال. والجرايد بتكتب وكله بيكتب من التليفونات مفتوحه. انما قول لي عن انت كمجلس عن قرار محترم خرج وانت كنت معترض عليه جوه الغرفه المغلقه. ولا قرار كنت معترض. قول لي انت قرار كله كنت موافق عليه. قول لي ايه القرار اللي احنا اعترضنا عليه؟ لعب في قطر قلنا ما نلعبش، ما لعبناش. اما السوبر ده ولا مش عارف نهائي ايه. ايه تاني؟ اي قرار لعبته في لوسيل مع الهلال؟ لا في لعبه مش ده كنت في عهدكم ايام كهربا ما لازم يتوقف. خدنا قرار ما نسافرش مع وراح بيراميدز مكاننا. خدنا القرار ده دوت في السوبر. خدنا القرار دوت كلنا راضي عن القرار ده؟ طبعا. ده يعني اللي هو عدم تنفيذ عقوبه الايقاف على كهربا. يعني لجنة الانضباط تقول لك اصل في محكمة، وبعدين المحكمة يقول لك لا 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 اصل احنا سحبنا من المحكمة عشان عيب قوي نروح المحكمة. بيأخروا عشان احنا نروح. لا لا مش هنروح. يتوقف نروح، ما يتوقفش مش هنروح. قرار يعني ما فيش قرار بناخده الا لما نكون بالاجماع موافقين عليه. ليه؟ علشان احنا شايفين مصلحة النادي فين.
مصلحة النادي فين؟ إمام عاشور.